واش غادا نقول؟ اش غادا الاحساس اللي كنحس براسي؟ رانا وجهي غادي يعطي الخبر، حالتي راه غادا تعطي الخبر. الاحساس اللي كنحس فيه، انا كنحس بشي حاجه اللي راه ما غتحس بها الا اللي مجربها، اللي دايز عليها. بان ولدك كون مربيه، كيقولوا ما مربيش حرامي يهودي، عيب وعار. انا مربيه ناس راه بنادم ماشي غير الحق وكبر، راه قريتهم وتعذبت عليهم توصلتهم، وفي الاخر ضربوا كل شيء بالزيرو. بان كيعيروا الام وكيعيروا الاب وكيعيروا تمن الاب ديالو في الخدمه ديالو، مشاو كيمشيو عنده الناس تمن با ومريض توا فيه السكر. قال كل شيء كيجي كيبقى كيهضر مرضو، بنادم مريض غير اللي فيه كافي، عاد كيزيك واحد حاجه اخرى بزاف. التاثير ماشي ساهل، راه ام قال امهات غادي يحسوا بهذا الشيء، ماشي ساهل. شي حاجه اللي كتوقع لك لولدك ولا لبنتك ماشي سهله. انا نزلت عليا بحال الصاعقه. صوروا داك الفيديو، كان هو الدري مراكشي اللي كان كيهضر في الصوت مراكشي، واللي كان كيحسب في الفلوس. ولدي انا صور حطو، قال لك على اساس زعما باش الناس تعاون معاه، ولكن بطريقه ما خاطئه باش حط هذاك الفيديو. صافي، ما زعما ماشي، ما ظنش كاع داك بان غادي يضحك. كون كانت فيها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ما غاديش يلوحها اصلا في عنده في هذاك. صافي، اللي وقعت الواقعه، يعني داك الشيء اللي تقال فيه هو ماشي شي دري اللي هو خايب، ولا شي واحد اللي هو زعما خبيث حتى لديك الدرجه بانه مجرم، بان هذه بالعكس كيدير الخير مع الناس، كيتعاون مع الناس. دري ما فيه حتى شي بليه، كاع الناس كتعرفوا، ما كيكمي ما كيشرب، زعما ماشي راه ولد دارهم وولد عائله محافظه، ماشي ولد الفشوش وخدام على عائلته. راه عنده يلاه 22 عام، واول عام انا كنفرق ولدي، اول عام انا كنفرقو باش هو عايش كأم فارقه مع ولدها، هو عايش في مراكش وانا عايشه انا، ماشي بالساهل. باش غادي نحس انا فيا السكر؟ ما نقولش لك الاحساس ديالي، ما كاع الدوايات شربتهم اليوم ورانا في حاله ربي اللي عالم بها. عندي السكر والطونسيون، ماشي ساهل باش ولدك كتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. وقع لي هو في مراكش، انا كنت سمعتها الصباح هو كيبكي من نهار، يعني هو كيقول لك ماما انا حسيت بالحقره، بنادم كلشي كيعير فيا، حيت هو ماشي دوك الشيء اللي فيه، ماشي هو داك الشيء اللي عطاو الناس في الشخصيه ديالو، ماشي زعما شي دري اللي هو خايب. حسي انا بعدا تصاوري مليوحين، كلشي العالم كيشوفهم. دخلوا لولدي الصغير تا هو، خداو لي الباج ديالو الفيسبوك ديالو، خداو لي التصاور ديال عائلتي كاملين، وكيلوحوا فيهم وكيهضروا شي هضره اللي ماشي معقوله، وماشي من حقهم ياخذوا التصاور ديال بعدا العيالات، ما خاصهمش يتلاحوا يشوفهم الناس، لان انا ما كنلوحش تصاور يشوفهم الناس. وكنطلب من الناس تعاطف مع هاد الدري، لان راه باقي شاب، باقي في مقتبل العمر، راه يلاه عنده 22 عام، بانهم خسروا السمعه ديال هذاك الدري وديال خوه وديال مو ديال باه، ماشي بالساهل. عائله كامله خسرت لها السمعه ديالها. كنطالب الناس يرحموا ويشوفوا من حاله، راه باقي دري صغير، ويشوفوا ويديروا بعين الرحمه، راه عائلته راه ماشي عائله اللي هي خايبه، ويديروا بحساب الامهات وبالوالدين كيفاش كيحسوا. Thank you.